طب تعالوا ارجع لكم بقى. والله العظيم انا نفسي اقول الخبر ده من غير ما اضحك، بس بجد احنا قبل كده كتير جدا في هذا الصباح حذرنا من الحاجات الخزعبليه والوصفات الغريبه واللي حذر منها اهل العلم واهل الخبره، لكن الوصفات اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي انا شفتها بنفسي ما بتنتهيش. اخرها بقى وصفه طلعت جديده بس المره دي معلبه، يعني شكل حلو كده عشان الناس تقتنع انه بجد، وصفه للشعر. والوصفه للشعر دي حذر منها قبل كده ضيفنا الاستاذ الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاطبق. وبعدها لقينا تاني رجع يتم الترويج لايه بقى؟ عبوات الجاز الابيض. يعني ايه الجاز الابيض؟ انا شخصيا ما اعرفش يفرق ايه الجاز الابيض عن الجاز اللي هم بيحطوه في وابور البوتاجاز او في لمبه الجاز، او يعني ما اعرفش، او بيستخدم بشكل عام، انا ما اعرفش. لكن ابتدت ينزل عبوات، وابتدت ينزل العبوات دي بالمناسبه معاها صورة حد من الفنانين، او قصدي يخليها الفنانات بقى سيدات اللي هم شعرهم حلو واسود وبيلمع وجميل، فيقنعوا الستات انه لو استخدمتوا الجاز هتبقوا هايلين. طب احنا هناخد الرد احسن من الاستاذ الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. دكتور هاني صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عارفه ان حضرتك حذرت مرارا وتكرارا واسفه لاعاده الموضوع، ولكن بكل تاكيد انا عارفه ان حضرتك متابع لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشر مؤخرا عبوات شكلها حلو، عشان ابقى اكون صادقه مع حضرتك، مكتوب عليها جاز ابيض، معاها صور لفنانات شهيرات مش هنقول اسامي، وقالوا ان الفنانه فلانه وفلانه بتستعمل ده معلقه جاز، والشعر بقى اسود وبيلمع وناعم وطري، مش عارفه اقول لحضرتك ايه مكتوب تاني. يعني الحقيقه حضرتك الواحد مستغرب، يعني احنا خلاص 2020 داخله وداخلين على 2021، يعني احنا في عصر بتاع علم وتكنولوجيا بنتكلم فيه على التقدم العلمي. ازاي انا يعني استخدم حاجات غريبه؟ يعني الجاز ده حضرتك بيصنف من بنسميها المحروقات. المحروقات دي اللي هي البنزين والجاز والدولار، الحاجات دي كلمة محروقات. فأنا يعني بحط مادة حارقة على فروة الراس. نعم. يعني بالعقل كده ازاي انا يعني ده في ناس، ده احنا ساعات في ناس بنحذرهم اللي بيشتغلوا بالمركبات دي ان بيجي لهم التهابات واكزيما في ايديهم، مشهورة الحكاية دي. ان هم يسيبوا العمل ده خالص او بيضطروا يلبسوا. بس ده بيشتغل يعني، ده مضطر. بس ايه، بيلبس جوانتي وكلام من ده، ولكن أيوه. بيتعرض برضه لمشاكل. ايوه. فانا النهارده لما احط الجهاز على فرط الراس، ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ اولا طبعا ممكن يحصل التهاب موضعي في الجلد يوصل لدرجه الحروق، كاني حرق دلوقتي ماده حارقه على الجلد، وهي فعلا ماده حارقه. ايوه. كاني يعني كمان الالتهابات دي لو حصلت ممكن يتنمو عليها انواع من البكتيريا او الفيروسات او الفطريات. فده ممكن يشوه فرط الراس تماما. ايوه. ده بيقتل بصيلات الشعر، مش بيفرد ولا بينعم خالص، يعني بيقتلها طبعا. فهتبص تلاقي بعد مده حالات سقوط شعر وتقصف الشعر نفسه. فانا باذي الخلايا الحيه بتاع الجلد بماده حارقه. ايوه. طبعا ده كلام مش مظبوط. ده احنا كان عندنا وقعه يا دكتور، انا فاكره وحضرتك كنت منورنا في الاستوديو، لام راحت جابت خلطه من عند العطار عشان يعني يتخلصوا من حشرات الشعر، والبنتين توفاهم الله، ربنا يرحمهم يعني ويصبرهم. انت فاكره حضرتك؟ فاكر، انا فاكره طبعا الواقعه ده. بالظبط، بنات قطفيح بالظبط. فانا هرجع تاني استخدم حاجات كان الناس بيستخدمها من 200 300 سنه. عارفه هم كانوا بيستخدموا الجاز ليه زمان؟ عشان قتل حشرات الشعر. ايوه، مش عشان ننعم الشعر ونطريه هي حشره الامل اللي بتصيب ساعات الشعر، كانوا بيقتلوها بالجاز. فالنهارده انا اقول ان ده بيفرد شعر، فانا بقول علميا هو لا بيفرد شعر ولا بيغير لونه ولا بيعمل اي حاجه خالص ولا في اي فايده، ولكنه مؤذي جدا للجلد والشعر، وكمان مؤذي للعين. يعني ممكن الماسكه بايديها الشعر الجاز وبتدعك بيه شعرها ممكن يجي على العين طبعا. طبعا ممكن يجي في البق. طبعا في منتهى الخطوره ان يجي عن طريق الجهاز الهضمي، يحصل حروق داخليه للفم والزور والمعده، وده طبعا ماده قاتله على فكره. والله يا دكتور، خلطه الزيوت الروشته اللي حضرتك اديتها لنا
دي مثاليه يعني، زيت الزيتون وكل الكلام ده اعتقد، واللوز كل ده افضل بكتير جدا. اه طبعا يعني الزيوت طبيعيه وبتقوي الشعر على فكره. مش عارفه بيعملوا في نفسهم كده ليه يا دكتور؟ فطبعا الحقيقه احنا بننسق ورا اعلانات، واحنا دورنا احنا يعني كباحثين وكعلماء وكاطباء مع حضرتك كاعلام، ان احنا طبعا نصحح المفاهيم الخاطئه، وان احنا نفهم الناس ان ده غلط، وبلاش ننساق كم من الاعلانات على فكره المضللة عن حاجات كتير جدا وعن منتجات مؤذية طول النهار، لان السوشيال ميديا مفتوحة كل واحد يكتب اللي هو عايزه. فاحنا دورنا ان احنا نوعيهم ونحذرهم غلط استخدام الجاز للشعر، لانه لا يعمل حاجة، بالعكس وبعد فترة الشعر حضرتك قلت هيقع وهيتقصف وهيتكسر كل حاجة. طب طيب بنحذر الناس. طيب قبل ما اسيب حضرتك يا دكتور، انت عارف حضرتك انا بحب استغل وجود حضرتك معانا يعني، ربنا يخلي حضرتك. الناس بقى واحنا داخلين فصل الشتاء، وطبعا غير بخلاف طبعا الكورونا والتاكيد دايما على الوقايه الكامله، لكن دايما حضرتك عارف انه استقبال فصل الشتاء بالذات مع التقلبات الجويه دايما بيبقى محتاجين نصايح من حضرتك فيما يتعلق بدخول بقى فصل الشتاء الرسمي اللي هيبدا معانا خلال ايام. أنا عايز أقول حاجة، يعني هيئة الأرصاد قالت إن اليومين دول فيها رياح وأتربة على فكرة. فأنا عايز أفكر الناس إن موضوع الكمامة طبعًا مهم جدًا للكورونا، لكن أيضًا بيحميني من الحاجات دي. يعني أنا خارج الصبح وفي تراب وحاطط الكمامة على وشي وأنا عندي حساسية أو جيوب أنفية أو حساسية ربوية في الصدر، الكمامة هتحميني على فكرة. فلازم نعرف إن الكمامة البرد، أنت عارف ساعات ننزل الصبح يبقى في برد، هواء برد، ده ممكن يصيبني يعني يبقى في سيلان من الانف كده وكحه وكلام، الكمامه برضه بتحميني من كده. يعني اذا الكمامه لها يعني فوائد عديده جدا لحمايتي من البرد والتراب، بالاضافه لموضوع الكورونا الاساسي طبعا. غير كده طبعا اكثر حاجه مشكله بتسببها انخفاض درجه الحراره جفاف الجلد. ايوه الوجه او الايدين، يعني خاصه السيدات بيعانوا المشكله دي في البرد. طبعا طبعا. فلازم طبعا مع البروده نتدفى كويس، يعني حد بيخرج بدري الساعه 6 ابقى مدفي وشي كويس، ممكن احط كوفيه قطن، ممكن البس جوانتي قطن عشان يحميني من الحراره المنخفضه. او بالليل بيبقى في ساعه ممكن في البيت برضو استخدم مرطبات للجلد. هو ده بقى هيخليني استغل حضرتك الاستغلال التاني يا دكتور. حضرتك الوصفه بقى اللي هي السيدات تستخدمها دايما، ممكن مثلا بعد ما نخلص شغل البيت او بعد ما نرجع، ايه افضل خلطات للزيوت للبشره او الحاجات الطبيعيه اللي حضرتك بترشحها، بحيث ان احنا ممكن بعد الظهر نستخدمها فدايما ما نتعرضش لمساله جفاف الجلد على البشره، خصوصا انه برضو يمكن السؤال الابرز اللي انا دايما بتابعه من جروبات الستات، انه بعض الزيوت بعد ما تتحط على الجسم احيانا بتعمل نوع من انواع القشره، وده شيء غريب شويه. لا يعني احنا اهم حاجه عشان نمنع جفاف ان انا اشرب ميه كتير جدا زي الصيف بالظبط، يعني الميه مهمه قوي لترطيب الجلد كويس. بعد كده التدفئه كويسه، افضل شيء بلاش يعني انصح بالزيت النباتيه عشان الجفاف، انما الفازلين. الفازلين امن واكثر حاجه فعاليه وارخص هو الفازلين. طبعا في كريمات وحاجات بتبقى غاليه، انما انا شايف ان الفازلين اكثر فعاليه وارخص وفعال جدا. فبالليل ممكن بندهن الجلد بالفازلين، ده هيرطب الجلد ويمنع جفاف وتشققات اللي ساعات بتيجي في الاطراف او كعب الرجل. طيب هل برضو يا دكتور استخدام الزيوت العطريه، وانا هنا بتكلم على الزيوت اللي ليها روائح، يعني لو انا مش عايز استخدم حاجه مثلا زي الفازلين او خلطتها بزيوت عطريه، هل ده مضر؟ يعني مش كلها على فكره، يعني ما اقدرش اقول ان كلها مضر، بس يعني ساعات في بعض انواع الزيوت العطريه بتعمل حساسيه لبعض الناس. يعني ناس كتير تقول لك انا استخدمت الزيت ده طبيعي بس بقيت اهرس وبعدي التهابات في الجلد. فيعني مفيش داعي. مفيش داعي. لحضرتك انا عندي وسيله امنه، يعني انت عارفه الفازلين بنديه لمرضى الحساسيه. ايوه طبعا. هو اكثرهم امانا يعني. وفي نفس الوقت مش غالي. لا طبعا الفازلين موجود في كل حته. فانا طبعا يعني ده رقم واحد انصح بيه، وبلاش برضو الحاجات الوصفات اللي بتكتب على صفحات الكمامة. يو ده كتير قوي يا دكتور، ده دي بقى عايزه حلقه حضرتك تنورنا، ده انا عندي كميه وصفات هقول لحضرتك عليها
سوف تذهل زي ما بيقولوا يعني. لا ما انا عارف. ان شاء الله في انتظار حضرتك يا دكتور على الهواء الاسبوع الجاي، هتلاقينا عندنا لستة وصفات مش قادره اقول لحضرتك عليها، يعني اعتقد يعني ما اعرفش بصراحه هل ليها راي علمي ولا لا، بس يعني في انتظارك الاسبوع الجاي يا دكتور نرد بقى للساده المشاهدين على الهواء مباشره على كل الاشاعات الغريبه المتعلقه بالوصفات. بشكرك جدا لحضرتك، شكرا يا دكتور، تسلم عينيك. شكرا للاستاذ دكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق. الحقيقه انا كنت بتكلم مع الدكتور هاني، بجد احنا الستات عشان نكون صراحه مع بعض، يعني اللي بيتابع جروبات الستات طبعا ولا انا منكم هيلاقي شويه وصفات يعني تشيب زي ما بيقولوا، حاجات غريبه هو مش هفاجئكم بيها دلوقتي، لكن هنتظر الاسبوع الجاي لما يبقى دكتور هاني الناظر معانا ويرد عليها. يعني نفسي بس نرجع لاهل العلم شويه، يعني انا بجد لقيت كميه ناس كاتبه على موضوع ازاز الجاز ده وحاطين بقول لكم صور فنانات كلهم جمال ومحبوبين، وكلهم بالمناسبه فنانات شعرهم حلو، يعني هم اساسا شعرهم حلو ما شاء الله يعني، فالناس بتتخدع يا حرام وتقول لك بقى ده اللي فلانه بتستخدمه، ده اللي علانه بتحطه على شعرها، اه يعني ويقول لك اه ده اللي هي بتستخدمه بتحط كل يوم معلقه، انت كنتي قاعده معاها في البيت تعرفي اذا كانت هي بتحط كل يوم معلقه ولا لا؟ حاجه غريبه قوي.